عليكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكين إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Muna Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya insya Allah. Pada kali ini saya akan melakukan latih tudi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan mata, maknanya bilakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insya Allah. Tafadhali ya Zahra. Mata satahduru ila al-kulliyah ya Ustaz? Ma makna mata ya Zahra? Bilakah? Satahduru. Ma makna sa? Akan. Tahduru. Ma makna tahduru? Kamu hadir. Naam. Ila al-kulliyah. Ma makna ila? Ke. Al-kulliyah. Kulliyah. Naam. Is'alini maratan ukhra. Mata satahduru ila al-kulliyah ya Ustaz? Sa'ahduru ila al-kulliyah ghadan. Ma makna sa? Akan. Sa'ahduru. Ma makna sa'ahduru? Saya akan hadir. Ila al-kulliyah. Ma makna ila? Ke. Al-kulliyah. Kuliah. Ghadan. Ma makna ghadan ya Zahra? Esok. Naam. Saliini مرة أخرى. متى ستحضر إلى الكلية يا أستاذ؟ سأحضر إلى الكلية غدا. ثم السؤال الثاني. متى ستذهب إلى الملعب يا أستاذ؟ ما معنى متى؟ بلاك. ستذهب. ما معنى س؟ أكن. تذهب. ما معنى تذهب؟ كم برجي. ستذهب. ما معناه؟ كم أكن برجي. إلى الملعب. ما معنى إلى؟ ك. الملعب. بدا. نعم. مرة أخرى. متى ستذهب إلى الملعب يا أستاذ؟ سأذهب إلى الملعب مساء اليوم. ما معنى سأذهب؟ saya akan pergi. إلى الملعب. ما معنى إلى الملعب؟ kepada. مساء اليوم. ما معنى مساء؟ بتا. اليوم. ما معنى اليوم؟ hari ini. نعم. مساء اليوم ما معناه؟ بتا ini. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستذهب إلى الملعب يا أستاذ؟ سأذهب إلى الملعب مساء اليوم. ثم السؤال
بابا يا أستاذ. ما معنى متى؟ بلغة. ستزور. ما معنى س؟ أكيد. تزور. ما معنى تزور؟ كامو من زياره. عمك. ما معنى عم؟ باكي. عمك ما معناه؟ باكي كامو. المريض. ما معنى المريض؟ ينسكي. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستزور عمك المريض يا أستاذ؟ سأزوره في يوم الأحد القادم. ما معنى س؟ أكيد. أزور. ما معنى أزور؟ سي من زياره. هو. سأزوره. ما معناه؟ سي أكن من زياره. في يوم الأحد القادم. ما معنى في؟ بعد. يوم الأحد. ما معنى يوم الأحد؟ هري أحد. القادم. ما معنى القادم؟ yang akan datang. نعم. مرة أخرى. متى ستزور عمك المريض يا أستاذ؟ سأزوره في يوم الأحد القادم. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra menggunakan soalan yang sama. As-su'alul awal. Mata satahburina ila al-kulliyah. Ma makna mata? Bilakah? Satahburina. Ma makna sa? Akan. Tahburina. Kamu hadir. ستحضرين. ما معناه؟ كامو أكن هادر. إلى الكلية. ما معنى إلى؟ ك. الكلية. كلية. نعم. أسألك يا زهرة، متى ستحضرين إلى الكلية يا زهرة؟ سأحضر إلى الكلية بعد غد. ما معنى سأحضر؟ saya akan hadir. إلى الكلية. ke kuliah. بعد غد. ما معنى بعد؟ selepas. غد. esok. ما معنى بعد غد؟ selepas esok. yaitu lusa. lusa. أسألك مرة أخرى، متى ستحضرين إلى الكلية يا زهراء؟ سأحضر إلى الكلية بعد غد. ثم السؤال الثاني، متى ستذهبين إلى الملعب؟ ما معنى متى؟ بلاك. س. ما معنى ستذهبين؟ ما معنى أكن. تذهبين. كامو بردي. ما معنى ستذهبين؟ كامو أكن بردي. إلى الملعب. ما معنى إلى؟ ك. الملعب. بدم. نعم. أسألك يا زهراء، متى ستذهبين إلى الملعب؟ سأذهب إلى الملعب هذه الليلة. ما معنى سأذهب؟ سي أكن بردي. إلى الملعب. كبدا. هذه الليلة. ما معنى هذه؟ إني. الليلة. ملم. ما معنى هذه الليلة؟ ملم إني. نعم. أسألك مرة أخرى، متى ستذهبين إلى الملعب يا زهرة؟ سأذهب إلى الملعب هذه الليلة. ثم السؤال،
ستزورين عمك المريض؟ ما معنى متى ستزورين؟ Bilakah kamu akan menziarahi? Ammaki. Ma makna ammaki? Pakcik kamu. Al-mariyub. Yang sakit. Naam. Mata satazurina ammaki al-mariyub ya Zahra? Sa'azuruhu fi yawmil ithnaini al-qadim. Ma makna سأزوره؟ ما معنى سأزوره؟ Saya akan menziarahinya. في يوم الاثنين ما معناه؟ Pada hari Isnin. القادم. Yang akan datang. نعم. أسألك مرة أخرى. متى ستزورين عمك المريض يا زهراء؟ سأزوره في يوم الاثنين القادم. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa